والآن مع المجاهدين الذين استطاعوا السيطرة على بلدة درس المار، جولة ميدانية من داخل البلدة. انتصارات جيدة جدا حققها الثوار اليوم بعد معارك عنيفة وقصف طيران الميك على هذه المواقع. وهنا هذه إحدى الغارات التي حققها الطيران وأحد الدشم التي كان يتحصن بها قوات النظام. سرقها طيران الميك على بلدة درس المار بعد أن قررها الثوار من قوات النظام. من بلدة درس المار كما نشاهد غنائم الثوار الذين استطاعوا أن يحصلوا عليها بعد دحر قوات النظام خارج البلدة. وهذه هي بعض الغنائم من ذخيرة البيكسي والـ14 ونص، وهذا الرشاش أيضا. وايضا بلده الدرس المان التي كما نلاحظ الشباكات عنيفه تحصل فيها الان بعد ان استطاع الثوار ان يسيطروا على اغلب قسم من هذه البلده. يحدثنا احد الثوار كيف استطاعوا ان يتقدموا بكل قوه وتحرير العديد من اقسام البلده. هنا ابو طلال قائد ميداني في جيش الاسلام، كيف استطعتم ان تحرروا بلده درس المان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد قائد المجاهدين. دخلنا فجر اليوم من نقاط متمركزة على جدار السوكة إلى قرية درس المار بقوة كبيرة بحمد الله من جيش الإسلام، وتمكننا من تحرير أغلب البلدة وما زالت الاشتباكات مستمرة. هناك فطائس بالجملة للنظام، ارتباكات كبيرة في صفوف النظام الحمد لله رب العالمين، وما زالت المعركة مستمرة وإن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بعد هذه الاشتباكات التي حصلت أطلع قوات النظام كما نشاهد كثيرة في مقراتهم وفي أماكن الاشتباك. عمران أبو سلوم الغوطة الآن.